زميلتي وزملائي الأساتذة والباحثين والخبراء الصناعيين، سيداتي وسادة الحضور الأفاضل، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة يسعدني أن أكون بينكم اليوم لافتتاح أشغال أيام هذه الندوة حول أيام البحثية للسيبكوف، نظرا لأن هذا مجال تعول عليه بلادنا كثيرا كخيار هام لنهوض الإنتاجية في المؤسسات العمومية والخاصة لتحقيق الإقلاع على الاقتصاد المنشور، لأنه السكتور اللي عندنا فيه كفاءات وعندنا بوتنسيال كبير. وكذلك أسعدني أن الندوة ستتطرق إلى أحد أهم التحديات ربما منظومة البحث العلمي للابتكار والتجديد، وهي عملية التثمين والمانجمنت والتسويق وتثمين مخرجات البحث والتجديد. في البداية أريد أن أرحب بكل الباحثين وأن أوجه لهم تحية خاصة نظرا لما حققوه من نتائج. أنا أعرف سمعة المعهد وبعض المخرجات بين الاختصاص نتاعي، مما جعل عنده سمعة طيبة جدا على مستوى الوطني والإقليمي، رغم صعوبة الظروف التي يعني تحيط بعمل الباحثين، واللي اكتشفتها أنا بعض الأسابيع على مستوى التعقيدات الإدارية ونقص الاعتمادات وصعوبات التصرف والصرف وإلى غير ذلك. فتحية فعلا، وأريد أن أشجعكم على مواصلة العمل، وأن إن شاء الله نوعدكم أنه عديد هذه الإعاقات إن شاء الله سنزيد شيء فشيء، كما وراء إرادة حقيقية كون إن شاء الله ننهض حقيقة بمضمون التحدي والتجديد. بدون إطالة، بلادنا ما يفوتكمش تعول على الانوفاسيون والبحث العلمي لتحقيق تنمية مستدامة، للنهوض بالإنتاجية، لتحديث الإدارة، لتحديث الخدمات العمومية في الصحة، خصوصا المجالات اللي مش تحكي فيها قريبة ياسر، الإهالة، المرض على الانفراستركتور، في النقل، في كل شيء، هذا هام جدا. وفعلا عندنا كفاءات قادرة أن تحقق المطلوب، إلا أنه هناك تحديات حقيقية تقف ما بينات ومبينات حقيقية. وهذا لازم نكون بدون لغة خشبية معترفين به. نحن كنا ننظر عام 1970 إلى الموقع نتاعنا مقارنة بماليزيا وكوريا الجنوبية مثلا. كانت معدل الدخل الفردي يعني الـ PIB بار عدد نمبر الزابيتون تقريبا 10 11 12% من أمريكا. 40 سنة نلقاو كون ماليزيا 35%، كوريا 65%، يعني لحقوا بأمريكا تقريبا أشواط، ونحن ما زلنا في 14%. يعني 40 سنة صراحة، والفرق الوحيد أنه هم ثمنوا البحث العلمي والتجديد والإنوفاسيون، دونك لازم نعترفوا أنه نحن الماكينة ما يشتيش. وصراحة أنا شفت الديانوستيك، وتعرفوا كان ثم لجنة شرت على إصلاح المنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والتشخيص ما كانش فيه لربما اختلاف كبير. كلنا شخصنا واقع المنظومة بدقة، وما ثماش، واللجنة اقترحت يعني تركيز نظام وطني للحكومة، هيكل البحث العلمي في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، معارضة التمويل، دعم البنية التحتية، تطوير طرق التصرف في الموارد البشرية، وضع نظام تصرف الجودة، والنهوض بمنظومة تثمين نتائج البحث. هذه تقريبا التوصيات الكبيرة. ولكن صراحة معناتها ما زال عندنا عمل كبير، رغم أنه نعرف أهدافنا والنقائص على مستوى الكونكريتيزاسيون. وأنا نحب نكون أنتم ليزاكتور برينسيبو في المنظومة، هذا نعطيكم بعض يعني تصور أولي للرؤية اللي تتشكل على مستوى الكونكريتيزاسيون اللي يحبونها بذلك. لأنه يعني نعاونوا عليكم، وأبوابنا مفتوحة لكل اقتراحات، لأنه عملية تنزيل لإصلاح مواطن الخلل نجمو ننجحوا فيها، ولا نجمو إذا كان ما تعملش كوريكت مواطن خلق لنا كاونتر انسنتفز ومشاكل أخرى. مهم جدا كونه نعرفوا كيفاش نصلحوا المنظومة هذه، ومعناها لازمنا نعملوا شيء هذا في إطار لنورما انترناسيونال. يعني تقريبا الشرق والغرب اتفقوا اليوم على منظومات تقييم البحث العلمي وتمويل، ونحن ما زلنا على هامش هذه الممارسات. ولا يمكن ان نتواصل هذا، واذا كان تواصل مش نتواصل للاسف في نوصل نفس النتائج. اذا معناتها باش ما نطولش عليكم، لتلخيص الرؤيه نتاعنا في كيفاش باش نعطيوها نقله نوعيه، نلخصها في بعض النقاط.
اولا من المجهودات المتشتته في البحث العلمي الى رؤيه وطنيه متكامله تنطلق من اولويات واضحه وبرامج واضحه لمش تحققنا يعني الاهداف المنشوده في التحديات المجتمعيه المطروحه في التحديث للحكم القومي في الاهال في الجفرمنت في تثمين فالوريزاسيون تاع لي ريشيس ماتيريال تاعنا الفوسفات النبات الزيت اكسترا. هذه لازم يكون واضح عندنا شنو الاولويات، لا يمكن ان نشتت التمويل في والمجهودات والبحثين في كل الاوجه، دونك هذا لازم يتعمل. لو نقرا في التكست نلقى حسب السياسه الوطنيه، حسب الاولويات الوطنيه، حتى دوكيمون ما يقولش الاولويات الوطنيه والسياسه الوطنيه. يعني حتى قانونيه عندها فراغ. هذه الحاجه الاولى. ثم المرور من البحث للتكوين لا فورماسيون اللي هو هام، اما اليوم البحث للتثمين والامباكت ايكونوميك وللتمكين، تمكين مؤسسات من الغوث الانتاجيه من خلق ثروه جديده من خلق دي برودوي جديد. ثم العمل من الاولويات نتاع الاخر والاولويات الغير واضحه والفلو الى الاولويات الوطنيه. اليوم صراحه عديد البحث اللي نقوم به سو تريتونس الخارج. لانه عندنا فينونسمون نخدموا من بعد نوصلوا النتيجه ياخذونا ساعات البروبرتي انتليكتوال تاعنا ولا حتى تقع عندنا ايسيو اللي قادر ان يثمنها ونحن نقعد الحين لو نشتغل على ربما نفس يعني بنفس المجهود ونفس الكفاءات في بعض الاولويات اللي هي مربوطه بتحديات يواجهها مجتمعنا نجم ناخذوا امباكت على مستوى التصنيع ولا حتى تحديث نظم اساليب العمل وتطوير مثلا جوده الخدمات الصحيه اللي فيها معناتها مربوطه ياسر بالمجال اللي مش تحكي فيها ولربما من بعد نوليو في عندنا قدره حتى على تصديرها للريجيون الافريقي. فهم جدا انه نركزوا على اولوياتنا وتكون واضحه خصوصا لما نشترك في برامج كما تاعش نظم. لازمنا لانه التمويل الخارجي لا يعني انه نشتغل على اولويات الاخر. لانه في بعض الاحيان ما يكونش عندنا القدره حتى باش نثمن النتائج هذه. وباش يكون عندنا القدره على ان نتبعوا اولوياتنا لازم منظومه التقييم والتمويل تكون كذلك تبع الشيء هذا. يعني لازم نخرجوا من تمويل هياكل البحث الى تمويل برامج. صحيح ثم تمويل مينيموم من هياكل باش تواصل العمل نتاعها لكن اغلبيه التمويل لازم يكون في اطار برامج تحديات نقولوا نحن ايهالف ولا محاولات فيها بليزيور كومبوزون لازم نعمل برنامج نتاع 6-8 سنوات وطني افقي في الوزارات الكل وحتى كان التمويل الاجنبي يكون تحفيزات للباحثين باش يخرجوا في لي بروجي هذوكم باش اذا كان نجح منهم حتى 30-40% نلقاو انه ثم تيسيو ثم امباكت. فلازم التمويل يمشي حسب البرامج وهذا مش عاونا الى الجوده لانه يعني لما مولوا البرامج اول شيء هو فافوريزي العمل المشترك لانه مش يكونوا بطبيعتهم لي بروجي يتطلبوا الى بروش بلوري ديسيبلينير ملتي انستيتيوشنال ونوليو نخدموا مع بعض. دونك ثم حكم التمويل، التمويل كذلك ما البحث ما يكون ما ينجح الا ما يكون قائم على تقييم دولي نورم انترناسيونال، لازم نخرجوا من التقييم الرابع كذلك الشكل بكل صراحه في السياسات العامه عندنا تقييم باش ما نقولوش ما عندناش تقييم، لكن تجي تشوف هذه التقييم تقع لا عندها الموارد البشريه لا عندها الموارد الماليه تقريبا ناس وطنيين يعملوا في تقييم تو نشوف انا كونترا بروجرام اكسترا يضرب 9 شهور الناس تستنى. ولانه كي تجي تشوف قداش يعطيو في كومباري اللي يخدمها في الخارج غير قادرين ان نقوموا بالمهمه هذه بالموارد المتاحه، رغم انه لو ثم موارد موجوده وربما تعرفوها انتم ساعات لا نقدر انا صفر. يعني مش مشكله غياب الاعتمادات وانما إلى التقييم الأهمية التي يستحقها حتى تكون منظومة البحث العلمي فعلا قائمة على الجودة وعلى الارتباط بالأولوية الوطنية. ثم المرور بطبيعة الحال من غير التحفيز توا البحث إلى كما كان يحكي السيد الوزير إلى يعني لازمنا نخدموا على الكاليتي ونخدموا على الأوتبوت. ونحن عندنا كما تعرفوا بعض السياسات حفزت لونكادرومون دي دكتوراه على العدد. إلى مشكلة الجودة. بطبيعة الحال شيء طبيعي، إذا كان حافز الدين عدد لازم التحفيز على الامتياز وعلى الامباكت، وفي الخارج ليس الابليكاسيون لي بروفي فقط راهو يدخل في الامباكت، ثم كومبوزون ثالثة هامة جدا اللي هي الامباكت على الميليو سوسيو ايكونوميك اللي فيه دراسات دكتوراه في تقييم، لأنه خلق مواطن شغل، لأنه تحسين إنتاجية، غير صعب باش نميزوري حاجة كبيرة، ولكن هام جدا أو نشجعوا، لأنه إذا كان ما ربطوش التحفيز تاع البحث العلمي
وتثمينه تثمين عمل يعني بحثي بارتباطهم بالدوام ونعملوا الميكانيزم هذا بزنس تو ريسيرش بلاتفورم الكترونيك واللي فورم تو بورتا بور حتى لازم اللي ناسها في ترانسفير تكنولوجيك تقريبا مجهود خاص لازم نلقاو الاليات والتشريعات كذلك اللي يشجعوا القطاع الخاص باش يعرف قيمه البحث العلمي تعرف انتوما تاكس كما تي اف بي خلاص سيكتور كامل فورماسيون بروفيسيونيل نجمو نلقاو تشجيعات جبليه باش تقنع القطاع الخاص شيئا فشيئا لانه راه ثم قيمه حقيقيه وامكانيه لتثمين مخرجات البحث. واخيرا وهذا مش من كذلك نكمل الترسيل الوزير هي اللامركزيه يعني نحن الادارات العامه اليوم قاعده تقوم ببيروقراطيه كبيره في تراخيص اشياء ليس دورها، دورها هي في السياسات العامه في استراتيجيه. اذا يجب ان نمر من هذه البيروقراطيه القاتله اللي خلت الشرشار معناتها على مستوى الصرف والاعتمادات والتصرف والتجهيزات ينتظروا في تراخيص وفي تعقيدات كبيره انه تصير لمركزيه حقيقيه لمراكز البحث والمؤسسات بحيث يكون عندهم مرونه التصرف فعلا يقدم. وبذلك سنحرر الادارات المركزيه حتى تضبط السياسه الوطنيه. يعني لما نقول اولويات، اولويات مش نحددوها على المستوى السيكتوري، نعرف عندنا مشكله في الطاقه وفي الماء وكذا، لكن وين باش نمشيو في الطاقه؟ في البيوماس، في الالكترونيات، شنو هي اللي يكون فور فيبل نتاعنا؟ شنو التشفي الاندستري نتاعنا؟ شنو هي قربه الى تثمين مختلف؟ هذه تتطلب عمل بحثي ودراسي. فتصبح اذا الاداره العامه تقوم بدورها باش تقول اتر لو بروموتور دو سيستيم وليس لوبيراتور وتدخل في كل خطوه تنفيذيه يقوم بها المدير العام. اذا ان غرون شونتي انا نقول لكم انه راه ثم اراده سابقه للجمهور، اراده سابقه كونوا نواجهوا التحديات هذه ونخلوها مع بعض. ولذا ابوابنا مفتوحه لكل الاقتراحات على مستوى لي بروبوزيسيون كونكريت والاشكاليات تنزيل الاصلاحات هذه، ونحن ان شاء الله سننطلق للشهر القادم في برنامج عمل ينظر الى كل هذه التعقيدات وحلها شيئا فشيئا، ثم بعضها سهل لانه يتعلق بسيركولير ولا بمقرر او بامر، وبعضها مش ياخذ اكثر وقت لانه تتصور اكثر شموليه ولازم يتعدى على البرلمان.